السلام عليكم. طبعا في هذا الدرس راح نشرح خوارزمية جديدة واللي هي خوارزمية الشورت تيست جوب فيرس سكيدجولينج، اللي تحتوي على نوعين. النوع الاول اللي هو نون بريميتيف ال جي اف، اختصار الشورت تيست جوب فيرس اللي هو ال جي اف، اللي هو راح يكون نون بريميتيف، والنوع الثاني اللي هو راح يكون بريميتيف. تمام، بريميتيف ال جي اف. نون بريميتيف طبعا عندنا راح ينقسم الى قسمين، اول قسم اللي هو without arrival time، والقسم الثاني اللي هو with arrival time. هذا اللي هو القسم الثاني. طبعا راح اجي اخذ ال without arrival time وكيفية عمله. without arrival time حتى انفذ المهام المطلوبة من عندي بالبروسيس، اذا انا هنا عندي ثلاث مهام B1 B2 B3، كل مهمة لها arrival time. طبعا هذا بالباوربوينت الارقام راح تكون شوية زاحفة الى جهة اليسار. هذا اللي هو arrival time وقت الوصول، وهذا اللي هو burst time. احنا قلنا هذا النوع without arrival time، ننتبه على العنوان HJF without arrival time، بدون وقت وصول. بدون وقت وصول دائما اذا وقت الوصول هو صفر. burst time يبدأ 12:06:04 كل عملية. طريقة عملها هذا الخوارزمية بال without arrival time راح تكون كالتالي. بال FCFS احنا رتبنا، او بالFCFS كانت اول وحدة تجيني تدخل. بالwithout arrival time مال HJF لا، راح يكون بها ترتيب، ترتيب على حسب البيرث تايم. يعني خل نفتح هنا النوت، راح يكون ترتيب شلون. اول عملية راح تجي عندي حتى ينفذها اللي هي B3. ليش؟ يعني راح نرتب على حسب البيرث تايم. اذا اول عملية هي عندي B3، الرايفل لها صفر، البيرث تايم لها 4. ثاني عملية راح تتنفذ اللي هي B2، الرايفل لها صفر، وطبعا البيرث تايم لها 6. ثالث عملية راح تكون B1، الرايفل لها صفر، وايضا البيرث تايم لها 12. يعني بالCPU من راح اجي انفذ راح اخذ اول عملية اللي هي B3. ايش قد CPU بالبداية؟ صفر. شنو راح انفذها عملية؟ B3. ايش قد البيرث تايم للB3؟ اللي هي 4. اذا راح يكون CPU 4 هنا. ثاني عملية شنو هي راح تكون؟ راح تكون B2. ايش قد البيرث تايم؟ 6. اذا 4 زائد 6 صارت عندي 10. العملية الأخيرة اللي هي B1 اختاريناها، لأن احنا رتبنا على حسب البيرث تايم. يعني 4 6 12 صارت هيك المفروض تمشي تسلسل داخل OS حتى ينفذ هذه المهام. طبعا لها 12 و10، 12 مال B1 البيرث تايم، و10 راح يصير عندي 22. حتى نطلع الويتنج تايم ايضا نفس القانون اللي هو CPU ناقص arrival، والتيرن اراوند تايم اللي هو ويتنج تايم زائد البيرث تايم. هذا السي بي يو صار عندنا لكل وحده، هاي السي بي يو الاولى، السي بي يو الثانيه، السي بي يو الثالث. هاي الاخيره ما راح ناخذها طبعا، لان بعدها انتهت عندي المهام. الارايفل تايم اللي هو دائما صفر راح يكون عندي هنا. تيرن اراوند تايم راح يكون ويتنج تايم اللي راح نطلعه لكل عمليه زائد البيرث تايم مالتها اللي هو هذا، راح تطلع عندي النتائج كامله. اذا خلينا نطبق هذه الخوارزميه كودينج ونرجع حتى نشرح ال with arrival time HJF with arrival time.